فضيلة الشيخ، يقول السائل: قد يورد أحدهم أنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحفظ أماكن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها أنه كان يقضي حاجته في مكان قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، فما هو الرد عليهم؟ نعم، ابن عمر رضي الله عنه لحرصه على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه الأشياء، لكن لم يوافق عليها، لم يوافقه أكابر الصحابة، ومنهم أبوه عمر بن الخطاب، ما كانوا يوافقونه على هذه الأشياء، وإنما هذا اجتهاد منه رضي الله عنه لا يوافق عليه. ابن عمر رضي الله عنه كان مجتهدا في جميع الطاعات والعبادات، وكان عابدا تقيا، ولكنه اجتهد فتحرى هذه الأماكن اجتهادا منه. لكن المبتدعة الآن مفرطون في الطاعات، بعضهم لا يصلي الصلوات الخمس ويتحرى هذه الأماكن ويحيي هذه الآثار، فهم مقصرون في الواجبات والفرائض ويحرصون على البدع والمحدثات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فليسوا مثل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.